سيادة الرئيس اسمح لي، يعني احنا عملنا كتاب وثقنا فيه كل اللي تم في الدولة المصرية على مدار 9 سنوات. انا يعني اسمح لي سيادتك هبقى اسلمه لحضرتك وهديه لحضرتك، لانه ده جهد الدولة المصرية وتحت ادارة سيادتك اتعمل فيها ايه، وده اللي هيبقى يوزع لكل الناس بعد كده عشان الناس كلها تعرف ما تم من في هذه الدولة من معجزات في ال9 سنين دول. شكرا لحضرتك.